الوجود تاعنا في المسابقات هذايا تقدر تقول الدوره 14، ولكن العام هذا درناها وطنيه، درنا البطوله الوطنيه للطبخ التراثي المطبخ البربري القديم، يعني خصصنا المطبخ البربري القديم كما شفتوا الاطباق من كل الولايات، يعني باش يجوك حتى من الولايات الصحراويه غردايه الاغواط، الحمد لله يعني كانوا بقوه، وهذه هي الرمزيه تاع الاحتفال هذا تاع السنه. الهدف من هذه التظاهرات ولا المهرجانات هو ترسيخ التاريخ التراثي للاكل التقليدي للجزائري. عندنا في الجزائر اكلات تقليديه قديمه بزاف، نحاولوا نعاودوا نحيوها من جديد ونعلموها للجيل هذا الجديد باش نوثقوها ايضا. وثاني الهدف تاعها ابرازها داخل الوطن وخارج الوطن.